المناطق المحررة تشهد عنا نقص كبير في الإمكانات الطبية من ناحية العناصر ومن ناحية الأجهزة، بالإضافة لما دمره جيش الأسد من المشايف نتيجة قصف الطيران والحملات العسكرية. نحن يعني نطلب من الأهالي تقليل زيارات المشافي ما أمكن. المشافي لا سمح الله أي حالة يعني يتم اشتباه فيها بتكون المشفى بؤرة للإنتان. وحدات العناية المركزة عددها قليل، والمنافس عددها قليل كتير، وما يمكن يعني يواجه مثل انتشار مثل هيك مرض. فعم تعمل المنظمات ومديرات الصحة بأسرع وقت ممكن لتأمين مشافي خاصة وأجنحة عزل، والانتشار بمناطق المخيمات حيث الازدحام السكاني وحالات الفقر الشديد وسوء الصرف الصحي والخدمات الموجودة راح يشكل تحدي كتير كبير لنا في الأيام القادمة. مرض الكورونا فيروس كورونا طلع من الصين ولف كل دول العالم باستثناء إدلب إن شاء الله، يمكن لأنه إدلب محاصرة والمعابر مغلقة ما في دخول وخروج مثل باقي الدول. إن شاء الله نتأمل من الله أنه ما يوصل، لهيك أنا ما أخذت الاحتياطات اللي عم تاخذها بعض الناس لأنه متأمل من الله أنه ما يوصل لعنا.